دلوقتي احنا عرفنا جزء كبير جدا عن ملف التطوع في القوات المسلحة، محتاج اعرف ايه هي المميزات اللي تخليني افكر ان انا اتطوع في القوات المسلحة وانتمي اليها. مبدئيا بيكون في مكافأة مالية شهرية بالنسبة للطالب، وبعد التخرج بيحصل على مرتب شهري كويس جدا جدا جدا، يعتبر من افضل المرتبات بالنسبة لأي خريج. رقم 2، رعاية طبية كاملة في كل مستشفيات القوات المسلحة المختصة بضباط الصف والجنود، والرعاية بتمتد للأهل وللزوجة. رقم 3، الاجازات بتكون كويسة جدا، واماكن الاقامة في الخدمات بتكون مريحة جدا. رقم 4، بيتمتعوا بكل نوادي القوات المسلحة الخاصة بضباط الصف. رقم 5، بيستفيدوا من قانون المعاشات الخاص بالقوات المسلحة. رقم 6، يطبق عليهم القانون العسكري نظرا لانتمائهم للقوات المسلحة المصرية. رقم 7، مكافآت مالية مجزية عند نهاية الخدمة او الاحالة للتقاعد نظرا لبلوغ السن القانوني او نظرا لعدم اللياقة الطبية، وفي حالة الاستشهاد او الوفاة بتصرف المكافأة المالية الى الاهل. رقم 8، يجوز للمجندين اثناء خدمتهم في القوات المسلحة التقدم للتطوع بشرط ان يكون راغب في التطوع ويمضي على اقرار بكده، وبعدها بيؤخذ رأي القائد المباشر ليه، ويجب ان يكون حصل على مؤهل علمي مناسب للتطوع وان يجتاز الاختبارات الطبية والاختبارات المكررة للتطوع، ولو كان انهى خدمته يجوز ان يتطوع ايضا، ولكن يجب ان تكون درجة اخلاقه قدوة حسنة اثناء الخدمة.